احذر وضع هذه اليد هذا الشكل، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. عند أبي داود بإسناد صحيح عن الشريد بن سويد، قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واعتمدت على إلية يدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ إن أنا أعتمد على إلية يدي اليسرى. طب لو عملت كده على ايد بوكس مفيش مشكلة. طب لو انا وضعت ايد اليمنى بس مفيش مشكلة. طب لو حطيت ايدي الاثنين خلف ظهري مفيش مشكلة. المنهي عنه انك تعتمد على على إلية يدك اليسرى خلف ظهرك. هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. من دول اللي قالوا انك مش هتوصل في يوم، ولا انت اللي خايف تطلع بره الكومفورت زون؟ لا تكون شياط فاكر من الاول هتيجي في الجون. اتمنى تكون فاهم انا بقول ايه. انا